يبدأ الحاج عادل صالح يومه في كل صباح مفعم بالتفاؤل ليجني يوميا 200 سلة من محصول الطماطم على أمل أن تعود عليه بالفائدة، ولكن دون جدوى في ظل ركود بين عرض البيع والشراء. يعني ناقلنا من كل الأرض هذه من قادر فدان أو فدانين 150 سلة وتبتاع لنا من 400 ريال أو 300 ريال، لا بنستفيد، تروح للعمال ودلالة وللسيارات، مفروض أقل حاجة تتباع، أقل حاجة تتباع ب 2000 ريال. المزارع كان يعتمد اعتمادا كليا على دور الجمعيات التعاونية الزراعية التي كانت تلعب دورا أساسيا إلى جانب وجود مصنع الطماطم الكائن بمنطقة الفيوش والذي أغلق بعد حرب صيف 94، مما جعل المزارع بين فكي التجار والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار لصالحهم. دمرت المصانع ولم تفكر في إعادتها وتشغيلها، فاهم؟ لكن الآن هذا ما أدى إلى تدهور الزراعة، الآن وصلنا إلى هذا المنتوج الزراعي الآن اللي ما له مردود أمام المزارع، لأن الزراعة كثرة الأراضي الزراعية بالطماطم وما فيش موجود لها من تصنيع، المستهلك لا يستهلك أكثر ما عن حده. تكلفة زراعة هذا المحصول قد يكلف من 3 إلى 5 مليون ريال، ليجد المزارع نفسه ليس عاجزا عن تغطية نفقات تكلفة زراعة محصول الطماطم فحسب والأسرة أيضا. تقبلنا هذه الأرض ب 300 من حدا، لأن إحنا كنا لأن نترك أراضي زراعية واستيقنا وزرعناها زراعة طماطم، والآن الطماطم ماشي لها استيراد في خارجي، عدم وجود والظروف اللي منعت هذه سبب القتال الدائر. هذا المحصول ليس الوحيد الذي تضرر، بل هناك محاصيل أخرى إن لم تكن هناك معالجات وحلول سريعة تسهم في انتشار الوضع الذي يعاني منه المزارع في لحج، ستلقى المصير نفسه طالما ظل الوضع على حاله دون حلول تذكر. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.